بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء والحضور الكريم ذكرى ولادة منقذ البشرية حبيب الله والسراج المنير أبي قاسم محمد. وحفيده الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أيها المبعوث الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، يا شمسا تنير بالعقول على مر الدهور، كلما مرت ذكراك ولدت روحك في أنفسنا من جديد. تربى يتيما لكنه كان معلما للآداب في كل شيء، وهي الآداب الذي أثبت العلم والتربية الحديثة أهميتها وصحتها، فيجب علينا الالتزام بها مثل أدبه في الطعام والحديث وتربية الأبناء والمجالس. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم كان كلامه مفصل، وكان يتأنى في إلقائه حتى يفهم السامعون ويعوه، وكان لا يتكلم بغير حاجة ولا يتدخل فيما لا يعنيه. كان يقبل على محدثه ويصغي إليه بوجه باش ونفس منفتحة، وهو القائل: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، وإنما يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أما في الطعام فكان يعتني بالنظافة قبل الطعام وبعده، ويبدأ طعامه بالتسمية ويأكل بيده اليمنى. كان متواضعا، أبا يمتلئ قلبه بالمحبة والحنان للجميع، وينصح ويعلم بشفقة وهدوء. فإذا كنا مسلمين حقا فعلينا الالتزام بهذه الآداب المحمدية. والسلام عليكم ورحمة الله.